الحوثيون يواصلون استهداف البوارج الأمريكية والبنتاغون يجهز خطة للرد. رئيس الفصائل يؤكد استعداد قواتهم للمرحلة الثالثة من الحرب. الجيش العبري يعد خطة لتقسيم القطاع، هل ينجح؟ وواشنطن توجه رسالة مشفرة لتل أبيب. والاقتصاد العبري يحتضر. فصائل القطاع تقدم مقترحا لإنهاء الحرب، هل تقبل به تل أبيب؟ ملثم القطاع يظهر مجددا، ما هي الحصيلة؟ سلاح روسي يجعل الصواريخ الغربية في مهب الريح، فيما كندا والنرويج تحضران الامدادات العسكرية لكييف. مضاعفات ضخمة في ذخيرة الجيش الروسي، والغرب يغير موقفه. نتائج الحرب. كلما طال أمد حرب القطاع ظهرت مؤشرات جديدة تؤكد أن نهاية الحرب ليست قريبة. ونحث الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الحكومة العبرية نتنياهو على الانتقال إلى عملية أكثر دقة في القطاع تتركز ضد قادة الفصائل. وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن تل أبيب بدأت استعدادات لقتال طويل الأمد، حيث قامت بإعادة توزيع القوات للاستمرار في قتال أقل حدة على المدى الطويل. ليخرج رئيس المكتب السياسي للفصائل إسماعيل هنية ويؤكد أن تل أبيب بدأت الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة من حربها على القطاع التي ستسقط فيها مرة أخرى أمام مقاتلهم. من جانبه كان وزير الدفاع العبري قد وقف في القطاع وكشف عن الخطة العسكرية المقبلة في الحرب ضمن تصريحات كان الهدف منها بالأساس نفي وقف العمليات، لكنها أفصحت عن تفاصيل أخرى. بينما كشف تقرير من وول ستريت جورنال عن الانقسام الداخلي في تل أبيب حول كيفية إنهاء هذه الحرب. وقال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول عبري أكد أن الفصائل قدمت مقترحا في المفاوضات مع الجانب العبري من خلال وسطاء قطريين ومصريين من شأنه أن ينهي الحرب. وأشار الموقع إلى أنه من شأن الاقتراح أيضا إنهاء الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق التي ستشمل إطلاق سراح الجنود المحتجزين كرهائن في القطاع بحسب المسؤول. فيما أكد الجنرال في الجيش العبري إسحاق بريك أنه مع مرور الوقت تبتعد تل أبيب أكثر عن تحقيق أهداف الحرب، وهي القضاء على الفصائل وإطلاق سراح المختطفين، وتغوص أكثر فأكثر في وحل القطاع وفق صحيفة معاريف. ونقلت هيئة البث العبرية إن الجيش العبري أعد خطة لتقسيم القطاع إلى محافظات ومحافظات فرعية تسيطر كل عشيرة أو عائلة كبيرة على إحداها، مشيرة إلى أنه سيجري عرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني للمصادقة عليها. ليظهر ملثم الفصائل أبو عبيدة ويعلن الحصيلة بتدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وتحييد 16 جنديا مع إصابة العشرات ضمن 42 مهمة عسكرية للفصائل خلال الأيام الماضية. اقتصاديا، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن تداعيات هجوم الفصائل على الاقتصاد العبري كانت قوية، وأن بعض الاقتصاديين يتوقعون صدمة شبيهة بالأضرار التي لحقت به جراء جائحة فيروس كورونا. في البحر الأحمر، بعد أن كانت مصادر عسكرية يمنية أفادت بإطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين استهدفا بارجة أمريكية قرب جزيرة حنيش جنوبي البحر الأحمر. هناك قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي إن البنتاغون يضغط على إدارة بايدن للتحرك ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن البنتاغون عرض خططا لمهاجمة مصانع ومستودعات الأسلحة والذخيرة العسكرية، بما في ذلك الزوارق القتالية. بينما كانت اعتبرت صحيفة هي أرتس العبرية أن تقليص الولايات المتحدة لوجودها البحري في المنطقة رسالة غير إيجابية لتل أبيب. وفي تقرير لها أشارت الصحيفة إلى وجود توترات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول قضايا متعلقة بالحرب، منها علاقة الأخير بالسلطة الفلسطينية في لبنان. وبعد أن أكدت الفصائل اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لها صالح العاروري واثنين من مساعديه وإصابة عدة أشخاص آخرين في بيروت، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الاغتيال قائلا إنها محاولة لجر لبنان إلى شبح حرب وتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة. أسلحة موسكو الفضائية.
سلاح آخر تعده روسيا لمواجهة أسلحة الغرب. ونقل الضابط الأوكراني المتقاعد أوليغ ستاريكوف إن روسيا تنشئ مجموعة أقمار صناعية قوية فوق أوكرانيا ستسمح لها باعتراض جميع الصواريخ الغربية التي تستخدمها القوات الأوكرانية. وأعلنت شركة سبوتنيكس الروسية الخاصة أنها تمكنت من تطوير وتصنيع أكثر من 120 قمرا صناعيا خلال عام 2023. هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها السنوي المنشور بنهاية عام 2023 بأن الصناعات الحربية الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاج الذخيرة للجيش بمقدار 17 مرة ونصف منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. ها نحن نتصفح المصدر. بالمقابل أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو وشكره على تزويد كييف بقذائف إضافية ومنظومات الدفاع الجوي ناسامز، فيما سمحت الحكومة النرويجية للشركات المحلية ببيع الأسلحة والمنتجات الدفاعية مباشرة إلى أوكرانيا وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء في البلاد. لتخرج وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل وتصرح أن الغرب غير موقفه ولم يعد يأمل في انتصار أوكرانيا، مضيفة أنه قبل عام بالضبط زعموا في الغرب بأن الجيش الروسي شارف على الانهيار وأن بعض التغييرات ستحدث. من جهته صرح السفير الأمريكي والسابق لدى الناتو إيفو دالدر أن أوكرانيا تخاطر بخسارة الصراع مع روسيا ومن المتوقع أن تحصل في النصف الأول من عام 2024 حسب تعبيره. ووفقا لدالدر فإن أوروبا لا تملك الاحتياطات ولا القدرة الانتاجية اللازمة لتعويض نقص الأسلحة في أوكرانيا. على الأرض الأوكرانية أعلن الجيش الأوكراني اعتراض 72 صاروخا من أصل 99 أطلقتها روسيا، والقصف يتسبب بانقطاع الكهرباء عن ربع مليون شخص بكييف. ليعلن الجيش الأوكراني أن البلاد تواجه تهديدا صاروخيا روسيا جديدا مشيرا إلى رفع حالة التأهب الجوي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت 112 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 منطقة. من جهته أعلن المركز الصحفي لمجموعة قوات المركز التابعة للجيش الروسي أن قذيفة قنابل روسية أغارت على 22 معقلا ومراكز قيادة للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان.